ont approuvé et ils ont validé. Il n'y avait qu'une seule personne, la même personne qui était contre. Donc je peux dire aujourd'hui que mobilise officiellement Inch'Allah Haram à la JSK. بعد الانصار راهم يتسائلوا ويقولوا بعد الانصار راهم يتسائلوا ويقول لك مازال كذا يا دي ديمارش ا سويفر دوك اوجوردي دو كوتي دو لا جي اس كا الحمد لله لو بي في ايتي سيني دونك دي سي غران ماكسيموم جودي ماتان يكون عند اتيام موبيليس جي دي غارونتي من عند لو بي دي جي دو موبيليس لوي ميم اللي طمئني باللي المدة إن شاء الله ما تجاوش 15-20 يوم ويكون تكون شركة أتيام موبيليس هو المالك الرسمي لشبيبة القبائل ب 80%. دونك لاسومبلي جينيرال دي زاكسيون راهي قبلت لا بروبوزيسيون سياسة دونك كلي او نيفو دو سارباتي نحفاظ نبدل السياسة كلوب سبورتيف اماتور دو لا جي اس كا دونك تضريات ملي لاسومبلي نخدم لاسومبلي جينيرال ان كايا كل مومبر دو لاسومبلي دونك على لونانيميتي ايز ايتي داكور بور كو السياسة هذه يجي يعني 80% لي زاكسيونيس لي ثلاثة كي موبيليس.